في متغير هو الأول من نوعه خلال عامين حسمت المدينة أمرها من إلغاء تأشيرة الدخول بين العراق وإيران، حيث اعتبرت الحكومة المحلية إن هذا القرار سيساهم في تشجيع السياحة الدينية ويحقق نموا في الاقتصاد المحلي الذي يعتمد على القطاع السياحي باعتباره عصب الحياة الاقتصادية. أحد المنقبين يقول أينما تبحث في أينما تذهب في العراق تجد أثر على هذا الكثرة الغزارة التاريخية. لا يوجد بلد في العالم يملك ثمان حضارات تواكبت على العراق، من أعظم الحضارات من السومرية والأكادية والبابلية والآشورية ثم الحضارات الكيشية وغيرها حتى العباسية. هذا البلد الغني بالحضارة اللي يمكن نستعيض بهذه السياحة عن النفط واللي جلب لنا كل هذه المآسي. مبادرة جيدة أن ترفع تأشيرات حقيقة على الرغم من وجود جائحة كورونا، الإجراءات الصحية مطلوبة سواء من الجانب العراقي ومن الجانب الإيراني، لكن أعتقد أنها ستشكل حقيقة نقطة تحول بالنسبة لنا كمدينة استقطاب سياحي كبيرة جدا. الجانب الإيراني يفدون إلى محافظة كربلاء عشرات الآلاف من الزوار، وبالتالي ينشط الاقتصاد المدينة. لدينا أيدي عاملة ولدينا فنادق كثيرة في محافظة كربلاء، نتمنى أنه تستمر هذه الخطوة. مستمرون في القطاع السياحي وعاملون فيه أكدوا أن هذه الخطوة لابد أن تقابلها خطوة مشابهة من قبل الحكومة العراقية في إلغاء الفيزا مع عدد من الدول في محاولة لتنشيط السياحة الدينية وإعادة الحياة السياحية إلى سابق عهدها. كل ما يمكن أن يخدم السياحة هو مقبول ونرجو أن يفعل، لكن السياحة في العراق مع الأسف مهملة، وقطاع هذا طبعا شريان حيوي اقتصادي مهم، لكن في العراق هذا القطاع مهمل ومعطل. فقط السياحة الدينية الناجحة بعض الشيء بفضل العملات، يعني الأعمال الخاصة، تجار خاصين، مقاولين لنقل الزوار خاصين، شركات لنقل الزوار خاصين، فنادق خاصة. أما إذا تدخل الجانب الحكومي فحدث ولا حرج، فشل بكل مفاصل هذا القطاع المهم. المفروض احنا نكون اصحاب المبادرة، احنا لن ننتظر من بلد ينطينا فد حلول على سهولة استحصال الفيزا وعد احنا نقابله بالمثل. لا بالعكس، احنا نريد نكون احنا اصحاب المبادرة، لان احنا امس بالحاجة للسياحة، والسياحة بدورها يكون ازدهارها على الاقتصاد، وهسه احنا بأزمة اقتصادية هسه حالة بالبلد بعد مرور سنتين من اقفال. لطالما كانت كربلاء من اهم المدن التي تحتل مكانة مميزة في السياحة الدينية في البلاد، على الجهات المعنية اتخاذ خطوات جدية لإعادة السياحة الدينية في المحافظة على سابق عهدها وتخفيف القيود على الوافدين مع التزامهم بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي جائحة كورونا. من كربلاء المقدسة، محمد التميمي، الفرات.